السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في أولى حلقات من حلقات برنامجكم ليالي الروح. ليالي الروح إن شاء الله سيأتيكم طيلة شهر رمضان المبارك. سأكون إن شاء الله مرفوقا بالأستاذ والفنان وعازف على آلة العود الأستاذ يونس فخار. شكرا الأخ والعزيز الفنان رفيق المعي، شكرا على الاستضافة الطيبة فهذا الشهر المبارك. الله يدخلوا علينا بالصحة والسلامة وبطولة العمر لجميع المسلمين. إن شاء الله يونس، شنو نقترحوا كحلقة أولى من حلقات البرنامج؟ وكاقتراحي يعني نقدرون بأن نعملوا من سيدة كوكب الشرق أم كلثوم اللي عندها يعني الحاجة يعني دينية. نعم، فبالمناسبة بهذا الشهر المبارك إن شاء الله. خي يونس، نبدأ واحد المقطع من أغنية رباعية الخيام اللي فيها تضرع إلى الله سبحانه وتعالى. مرحبا. وهو مقطع في مقام سيكا أظن. رحمتي
وعلى آله وصحبه.